طبعا نبدا تمرين الساعه 10 في الجيم، تمارين تقويات، اطالات متحركه للساعه 10:30. بعد 10:30 نبدا في التمرين في الملعب على حسب الهدف. اليوم عندي مثلا تحمل سرعه، ابدا بتحمل سرعه. قبل تحمل السرعه ابدا بالاحماء. كل يوم له هدف. نهايه التمرين نعمل ريكفري في صاله في الجيم. طبعا انا مهمتي اعد الفريق اعداد بدني لخوض المباراه اللي هو 20 دقيقه حماء، اللي يسمونه حماء مباراه. ابدا بالحماء بالكوره اللي هو حماء عام. طبعا اخر جزء في الحماء اللي هي سرعات وتغيير اتجاه. تمام. اوصيهم بالالتزام، يعني التزام جدا مهم. اذا كان ملتزم بالوقت فراح يوصل، لكن لا ما هو ملتزم ما راح يوصل.